شو في رضا؟ تفتيش من مديرية الصحة. تفتيش؟ تمام سبقني. ليش لساتك واقف اطلع؟ لا تواخذني يا سبعي، هدول على طول هيك بيجوا فجأة، ما عجبهم يجوا إلا بهالوقت. مو مشكلة، لا تضايق حالك عمي. لك تسلم لي يا سبعي. أنا قدام المحل عم بنتظرك هون. بلال؟ شو لوين؟ ليش لما تناقرت مع عايدة تركت الأرض ورحت؟ أنا مشان رحت، مرقت لعند عمي. شو في كأنك مستعجل؟ في عندي شغلة. شغلة شو هي؟ رح حصل الغلة. شو ما في غيرك يساويها؟ عدنان ما عنده رجال غيرك ليحصلوا مصاري؟ مين الرايح لعنده؟ زلمة اسمه نور الدين، عمي اتصل فيه قام قال ما رح يدفع. بلال مو لهالشغلة أنت، رجع على البيت، خلي عدنان يبعت حدا من رجاله ليحصل. نور الدين وولاده ما بنعلق معهم، اوعى. تمام، ما رح ساوي شي، بخاطرك بشوفك. لا تواخذني أخفورة، تتأخرت عليك، إن شاء الله جبت كل البضاعة. ايه جبتها لك يا بالمحل، شوف عسلي. يلا لكن بلا ما أخرك. السلام عليكم، وين المصاري؟ مين انت ولك؟ بعتني الاغا عدنان. شو؟ بعت لنا البيبي تبعه من قلة رجال؟ ولك شو عم تقول انت؟ ها؟ شو ليش سكتت انت وياه؟ اعطوني المصاري بسرعة. مين بعتك لعنا ولا؟ انت مين مفكر حالك لحتى عم تعتدي علينا بمحلنا؟ احكي مين انت ولاك؟ احكي عم لك. انت شو عم تعملوا؟ لك شو عم تعملوا؟ فضي المسدس براسك؟ شو رأيك قلتلك هلا؟ بلال خلص اهدى، لا تتهور. بلال انت لا تتدخل، انا بدي اقتل هالكلب. بلال عمل لك بلاها. خالي قلتلك ما تتدخل، نزل على الارض. بلال اهدى ونزل هالسلاح، اذا ضربته وانصاب شو بده يصير فيك بعدين؟ شو رح يصير فيكن؟ هو بيروح على قبر وانت على السجن. هلال ما عندك احلام بدك تحققها؟ اي احلام عم تحكي عنها؟ بلال اسمع مني. طيب ماشي اوصو، يلا اوصو. شو ناطر؟ ابن اختي حيقتل بعد شوي اخوكم، بس تيجي الشرطة بتقولوا انا يلي قتلت. اذا قلتوا انه بلال هو يلي قوص بدي اقتلكم واحد ورا الثاني. يلا تول. ليش هيك عم تحكي؟ خلصني.
أنا كمان ما عندي أحلام. تعرف إني متعود على السجن، وإذا رجعت له مو فارقة. يلا بقى أوصوا. هاتوا المصاري، أعطي المصاري عم قلك. هيك الحساب هون بيتسكر. خلينا نروح. شو بلال ما بدك تحكي؟ ليش خالي؟ هذا سلاح من وين جبته؟ عمي هدانية. والله عفارم، انت كان ناقصك سلاح اصلا. انا بورجيك يا عدنان ما بكون فرات اذا ما حاسبتك على هالعملة. هلا خلينا نروح على بيتي مشان تهدى شوي، اذا امك شافتك بهالوضع رح يطلع جنانه.